معجزات القمص فلتأوس السرياني. السيدة من قويسنة المنوفية. كنت أعاني من حالة اكتئاب شديدة، وفي شهر يوليو 2010 ميلادي أراد زوجي وأولادي أن يخففوا من آلامي النفسية، فاصطحبوني في رحلة إلى رأس البر لنقضي وقتا هادئا بهدف تحسين حالتي النفسية. وللأسف ففي أثناء تواجدنا هناك حدثت فاجعة، إذ قد غرق أحد الأشخاص في البحر أمام أعيننا، وعلى الرغم من أننا لا نعرفه إطلاقا إلا أن نفسيتي لم تتحمل هول هذه الصدمة، فازدادت عندي حالة الاكتئاب جدا جدا، وتواردت علي أفكار صعبة مثل الرغبة في الانتحار، كما أصبحت دائمة البكاء والحزن الشديد، ولم أعد أشعر لا بزوجي ولا بأولادي. فلما عدنا إلى بلدتنا عرضني زوجي على أحد أطباء الأمراض النفسية والعصبية، فوصف لي بعض الأدوية التي تعالج الحالات النفسية، ولكنها لم تأتي بنتيجة ولم تتحسن حالتي. وقد سمح الله بقيام رحلة لزيارة أديرة وادي النطرون، وكان لنا نصيب في الذهاب معهم. فلما زرنا دير السريان وكان لزوجي صديق عزيز من الآباء الرهبان، فقابلناه وحدثه زوجي عن سوء حالتي النفسية، فأخذنا أبونا وأدخلنا كنائس الدير لأخذ بركة قديسي الدير، ثم بعد ذلك أخذنا إلى الطافوس مدفن الآباء الرهبان، وطلب مني أن أقف أمام مدفن أبينا القديس القمص فلتأوس السرياني وأطلب منه الشفاء من حالتي النفسية. فوقفت أمام الطافوس وصليت إلى الله بدموع غزيرة وبحرارة، وطلبت من أبينا القديس القمص فلتأوس أن يتشفع لي لأجل شفائي، من أجل أسرتي أي زوجي وأولادي. وفي أثناء وقوفي أمام الطافوس سندت رأسي على حائطه أسفل صورة أبينا القديس القمص فلتأوس، فإذ بي أشعر كأن هواء شديدا أو ريحا قويا ولطيفا في نفس الوقت يمر بي، وشعرت بعدها براحة عجيبة داخل نفسيتي، فعرفت أن هذه كانت علامة من الله أنه تمجد معي بصلوات أبينا القديس القمص فلتأوس. ثم أنهينا زيارتنا بسلام وعدنا إلى منزلنا، وكنت قد بدأت أتحسن فعلا، وبدأت حالتي النفسية تتحسن تدريجيا إلى أن أصبحت طبيعية جدا. وأشكر ربنا يسوع المسيح الذي شفاني، وأنا الآن أتمتع بحالة نفسية جيدة جدا، كل هذا بشفاعات وصلوات أبينا القديس القمص فلتأوس السرياني. بركاته وصلواته فلتشمل أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا. آمين.